وانت يا شاهر؟ اني ايه يا ابو الشيخ حامد؟ انت بدل اخوك العمده موجت، ولازم تتحكم في نفسك وتصوم مقام العموديه لغايه اخوك العمده ما يرجع من سفريته، وبعدها ابقى اعمل ما بدالك. وقول له ما يسلطش الانفار والتمليه بتوع دار العمده على الفلاحين والاجريه يخطفوا خزين بيوتهم. اقول لك ايه؟ لحد كده وكفايه من السعاده خلاص. انت مرفوض من مشيخة الغفر، فوق لروحك وخلي كلامك على جدك. صبرك امال يا علوان. دي روح دلوقتي شوف اللي وراك وكأنك ما سمعتش حاجة. ماشي يا سيدنا. انت بتزغرني ليه يا ابو الشيخ حامد؟ لا انا مش بزغرك يا شاهر يا ابني، انا بحميك من نفسك ومن غضب اخوك العمدة عليك. شاهر ما تيجي. عايز ايه يا عبد الله؟ انت كمان، انت كمان، دي كانك مصدق نفسك وكانك عمده بحج وحجيجه. لو انت كمان جاي ورايا عشان تقتتني زيهم ولا ايه؟ وبعدين يعني فيها ايه يعني اما اكون عمده بجد وفتح الله غايه؟ اذا كان هو اللي عايز كده، عايزك سد خانه يا شاهر، منظر في الدار وبس. كان ممكن يخلي الشيخ حامد جاي مقام العمده، لكن هو عمل كده مخصوص عشان يقول للناس كلها ان لازما ولابد العمده يكون من بيت اسماعيل الحسيني. طيب يا سيدي، متشكرين على النصيحه. علم، في حاجه تاني عايز تقولها؟ الحاج عايزك في المنزل. وعاوزاني ليه بقى ان شاء الله؟ عاوز تكمل المواليه؟ تعال بنفسك وانت تعرف يا شاهر. ارجع انت وقول لها شاهر مشغول بيطلع على الاجريه في الارض، ولما يفضى هيجيك. سلام. اسمع انت وهو، عليكم ما تغيبش عنه لحظه واحده، واياكم يلمح حد فيكم. ما تخافش يا سي عبد الله، اطمن اننا مش هتغرب عنه ثانيه واحده. ازيك يا سليم؟ الله يسلمك يا سي شاهر، اتفضل. امال امك فين؟ لو كنت بدرت شويه كنت لحقتها. هي الوليه دي ما بتتهدش؟ سرحت فين النهارده؟ النهارده سوق الحمول يا عناي. وسحبت البنت الصغيره في ايديها برضك؟ امال يعني هتشتغل بايه؟ وابوكي راجد هناك في الخيمه، يجي من لفته يقضي ليله عند بورتوس يسكر طينه، ويرجع وش الصبح يفضل نايم لحد المغربيه، يقوم جعان ياكل اللي يلاقيه كله، ويضرب اي واحده فينا ايده الطوله عيشه تجري في الكلب. وانتي مفيش افراح الايام دي ولا ايه؟ ان شاء الله تتهنى. افرح ايه؟ هو من يوم فرح اخوك العمده على خضره بنت